السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي، والنهاردة فيديو جديد هنعمل فيه الطاجن القنبلة. ايوه قنبلة. بصوا مش هقول لكم المكونات بتاعته، انا هسيبها لكم مفاجأة. طاجن فاخر من الاخر، هتقدميه على السفرة كل اللي هيدوقه هينبهر بيه. يلا بقى من غير كلام كتير نبدأ وصفتنا ونشوف مع بعض الطريقة والمقادير. في البداية هنسلق اللحمة، تمام؟ وسلق اللحمة ده شيء أساسي في الفتة، في الخضار، في أي حاجة، فهي دي الطريقة اللي هتسلقي بيها اللحمة علشان تطلع معاكي أحلى شوربة وأحلى طعم للحمة. أولا علشان نسلق لحمة لازم تكون اللحمة فيها حتة من الدهون، وأفضل قطعية هي السن، بتبقى حلوة جدا جدا في اللحمة المسلوقة خاصة، تمام؟ هنحتاج لها بقى جزراية، طماطماية، بصلاية، 4 فصوص ثوم، ورقتين لورا، عندنا كمان رشة من الحبهان البودر، ومستكة، وفلفل اسود، ورشة من السكر تساعدنا على التسوية. في حلة على النار هنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، اللحمة بتاعتنا لازم تكون متنشفة كويس قوي، ما فيهاش اي سوائل. هحط اول حاجة المستكة عشان تسيح، هضيف قطع اللحمة، واحنا بنقلب اللحمة مع المستكة والسمنة على النار هبتدي اضيف الحبهان والفلفل ورشة السكر، هحط كمان الطماطم، الجزر، ورق اللورة، والثوم. وهتلاحظوا ان احنا محطناش ملح، مش عايزين اللحمة يتأجل سواها، الملح بيأجل السوا شوية، هنخلي الملح في آخر ربع ساعة في التسوية. الريحة فظيعة ما شاء الله. بجهز دلوقتي مية مغلية، لازم أضيف مية مغلية، ما ينفعش أبدا أضيف مية ساقعة، كده اللحمة خلاص اتغلفت المكان بتاعتها زي ما انتم شايفين كده واتقفلت، تمام؟ فهضيف لها ميه مغليه، عشان كده حته اللحمه لما تيجي تاكليها في الاخر هتلاقيها طريه وانسجتها ناعمه من جوه، ما بتبقاش بتشد ومجلده. كده خلاص ادينا تشويحه محترمه للحمه زي ما انتم شايفين كده، مش قادره اقول لكم بجد على الجمال وعلى الريحه. على طول انزل بقى بالميه المغليه، لازم تكون مغليه، ونغطي بقى ونسيب اللحمه بتاعتنا على نار عاليه لغايه ما تغلي كويس قوي قوي، وبعد كده نهدي عليها النار علشان تستوي على نار هاديه. كده اللحمه خلاص استوت، او بقت يعني خلاص فاضل لها ربع ساعه على السوا، هبتدي اضيف لها الملح عشان تتشرب منه ويبقى طعمها حلو. سيبها بس تاخد مع الملح كده غلوتين ثلاثه، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. هنحط معلقتين سمنه فوق على النار، وهننزل ببصلايه اللي بقى عشان نعمل طاجن الفريك. ادي البصلايه هنديها تشويحه كويسه، واحنا بنشوحها كده هنديلها رشه من الفلفل المبروش، الفلفل لما بيتجرش طازه كده بيدي ريحه وطعم هايلين جدا. ونقلب، هجيب كمان مكعب من المرقه لو بتستخدميه، لما البصل يدبل كده هضيف كمان مكعب من المرقه. وعندنا بقى الفريك غسلينه كويس قوي، طبعا هاتي نوع كويس، انا بستخدم على طول الضحى بصراحه نضيف جدا. هاتي نوع كويس او اي نوع انت بتفضليه ومجرباه عشان ما يكونش بس فيه حصى ولا فيه زلط لان تنقيته صعبه. هتجيبيه تغسليه كويس وتنقعيه حوالي نص ساعه وتصفيه علشان نقدر بعد كده نستخدمه. انا خلاص كده البصل دبل مع الفلفل الاسود، وحطيت كمان مكعب مرقه، وادي الفريك اللي مغسول ومنقوع هضيفه. نديله بقى تشويحه كده مع البصل في معلقه السمنه، ونديله تشويحه لغايه ما يسخن. خلاص كده الفريك اتشوح كويس قوي، هضيف له رشه من الملح، ونعمل حسابنا ان الشوربه فيها ملح كمان.
الله ريحته حلوه جدا جدا. تعالوا بينا بقى نضيف عليه شويه من الشوربه بتاعه سلق اللحمه اللي احنا سلقناها مع بعض. بصوا منظر الشوربه عامل ازاي، تحفه ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى تسويه الفريك بتختلف شويه عن الرز، الفريك ما بيحتاجش ميه كتير زي الرز، لما عشان يطلع معاكي ويفضل معاكي مفلفل، خاصه ان احنا نقعينه فتره كافيه. فيا دوبك كده هحط له كوبايتين من الشوربه على نص كيلو. اهم حاجه ان الشوربه ما تبقاش باينه من الفريك خالص، يبقى الفريك كده هو اللي باين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام، هغطي بقى واسيب الفريك على نار هاديه يستوي، وبعدين نشوف هنعمل ايه في الطاجن الفظيع. بعد ما الفريك قعد على النار حوالي 10 دقايق بس، هبتدي بقى احط في الطاجن. بوزع عليه قطع اللحمه اللي احنا شلناها من الشوربه. خلاص كده وزعنا اللحمه، هحط باقي الفريك على الوش. تمام، يا دوبك كده طبقه. وهنا بقى خلاص خلصنا الطاجن، فاضل حاجه واحده بس اللي هتخلي الطاجن حكايه، البشاميل. عاملين صوص البشاميل، عامله حوالي لتر من البشاميل. بيتعمل ازاي؟ لتر حليب عليه 4 معالق من الدقيق، 3 معالق من السمنه. بشوح السمنه مع الدقيق على النار شويه، وبعد كده بضيف الحليب حبه بحبه مع اضافه مكعب مرقه وملح وفلفل بس لغايه ما القوام يتقل. بعد ما يتقل هنجيبه نحطه على الطاجن. هبتدي بقى اوزع صوص البشاميل اللي احنا عملناه على الوش، طبقه كده لطيفه. ودي بقى مش قادره اقول لك هتخلي الطاجن طعمه ايه، هتخلي كل اللي يدوقه ينبهر بجمال الطاجن بتاعنا. كفايه كده، يا دوبك هي طبقه كده من البشاميل زي الفل. وعشان نحمر وش البشاميل هنحتاج كده معلقتين قشطه او شويه كريمه يتحطوا بس على الوش عشان يدوله اللون الاحمر الجميل لما يدخل الفرن. معلقه بس من الكريمه كده هوزعها على وش البشاميل عشان تحمر اللون وخلاص. تعالوا بينا بقى ندخل الفرن على اعلى درجه حراره على الرف الوسطاني. كل حاجه عندنا مستويه، مجرد ان هي كلها تتشرب من بعض والوش البشاميل يتحمر ونطلعها على طول. يا ما شاء الله، شايفين الجمال؟ طالع لسه بيتكتك بنار الفرن، تحفه ما شاء الله، على الريحه كمان حكايه. طاجن ولا احلى من كده يشرفك في اي عزومه، في العيد كده تعمليه يعني حاجه كده معديه زي ما بنقول، الطاجن القنبله. ما تيجوا بقى نفتح الطاجن الجميل ده ونشوفه من جوه ايه الاخبار. ما شاء الله بجد يا جماعه، يعني نصيحه تجربوه وتبعتولي تقولولي ايه رايكم فيه. الله يا خبر ابيض، شايفين اللحمه وجمالها ودايبه ازاي مع صوص البشاميل اللي واخد لون والفريك المفلفل الخطير. تحفه 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 بصراحه. اللحمه من كتر ما هي استوت دابت بقى خلاص، يعني عارفين مفيش حته على بعضها، ما شاء الله بجد روعه. هستناكم تجربوه وتقولولي رايكم فيه ايه. انا طبعا دلوقتي هستفرد بالطاجن واقعد بيه بس. خلص الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان توصلك كل الفيديوهات، وفعلي الجرس كمان عشان اول ما الفيديو الجديد ينزل يوصلك على طول. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.